للحديث أكثر ورصد ذلك أكثر ينضم إلينا مراسل المملكة محمد الفايز. محمد، بعد التحية، من حيث أنت التفاصيل معك، تفضل. نعم ساندي، بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في المملكة ومن منطلق الواجب الوطني، أبلغت جمعية مستشفيات الخاصة وزارة الصحة باستعداد نحو 6 مستشفيات خاصة لاستقبال مرضى كورونا وفق اتباع كافة الإجراءات المطلوبة والاشتراطات المحدودة. أيضا نذكر أن وزارة الصحة قامت بتكليف لجنة من الأوبئة للكشف على هذه المستشفيات لمعرفة مدى تطبيقها لكافة الإجراءات والاشتراطات المطلوبة من حيث العزل واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والمعدات الطبية أيضا، ومن تنطبق عليها من هذه المستشفيات الشروط المطلوبة يتم السماح لها باستقبال مرضى كورونا. نذكر أيضا أن مستشفى الإسراء والذي نتواجد من أمامه في هذه الأثناء فقد تم أخذ الموافقة مسبقا لاستقبال مرضى كورونا، ويعالج في هذه الأثناء نحو 19 مريضا بكورونا. أيضا نذكر وفي تصريحات لرئيس جمعية مستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، قال إن الجمعية قامت بتدريب نحو 500 من الكوادر الطبية والتمريضية في المستشفيات الخاصة للتعامل مع مرضى كورونا وفق البروتوكولات الطبية والصحية المتبع. وأيضا قال أنه سوف يتم إطلاق اليوم مشروع لتدريب نحو 650 طبيب وممرض من المستشفيات الخاصة للتعامل مع مرضى كورونا. وأيضا نذكر أن في حال تم الموافقة من قبل وزارة الصحة لهذه المستشفيات الخاصة باستقبال مرضى كورونا سوف يتم يعني عزل كل قسم يستقبل مرضى كورونا. وأيضا نذكر أن الكوادر الطبية والتمريضية سوف تتعامل فقط مع مرضى كورونا دون أن يتم معالجة المرضى الآخرين في الأقسام الأخرى. نتحدث عن إجراءات احترازية ووقائية وعزل صحي يبعد، وسوف يكون هناك يعني إجراءات مشددة بحيث لا تنطلق أو تنتقل العدوى إلى الأقسام الأخرى وفق الإجراءات المطلوبة ووفق الاشتراطات الصحية التي حددتها وزارة الصحة. بانتظار ما ترصده أولا بأول، محمد الفايز مراسل المملكة، الله يعطيك العافية.